يا محتل، يا قتلة الأطفال، اخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة. سيد الرئيس في 45 ثانية، أولا أشكر اللجنة على تقريرها الحايد، ثانيا ما ذكره ممثل هذا البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة. عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة بالعالم. أخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة. يا محتل، يا قتلة الأطفال.